وفي البحرين تساقط العشرات مضرجين بدم الشهادة على يد السلطة، آخرهم الشهيد حسام الحداد. شهداء ما قتلوا نفسه ولم يحاربوا الله ورسوله وما أتوا فسادا في الأرض. شهداء كان ذنبهم أن شاركوا في مسيرة أو اعتصام للمطالبة بالعدل والحرية والكرامة والحقوق المسلوبة لهذا الشعب واحترام الدين وموازينه، فاستهدفهم السلاح القاتل لقوات الجيش أو الأمن، وبعضهم اختطف من منطقة سكنه من غير مشاركة في أي لون من ألوان الاحتجاج على الظلم، ليوجد مقتولا ببشاعة. في أي دين، في أي عرف إنساني، في أي ضمير، في أي ميثاق، دستور، قانون شبه عادل، أن من يخرج إلى الشارع معلنا ظلامته وظلامة شعبه، مطالبا بالحق، محتجا على المواقف الجائرة للحكم، أو منتصرا لقضايا أمته المعتدى عليها كقضية القدس وفلسطين، يقابل بالسلاح الفتاك فيدرج بدمائه، ويمزق بدنه، ويقضى على حياته بدم بارد، ثم يعاقب من يخرج في تشييعه أو تأبينه. كم من نفس بريئة من أبناء هذا الشعب قد قتلت على أزهقت على يد السلطة من غير نفس ولا فساد في الأرض في المسيرات والمظاهرات، وبيد الخطف والاغتيال، وتحت تعذيب في السجون. وكم من بدن بضع ومزق، ليشهد كل ذلك بأن السلطة هنا لا تقيم شيئا من وزن للإنسانية كلها، التي يعني هدرها في إنسان واحد هدرها في كل إنسان، ولا تتعامل مع الدم الحرام التعامل الذي يحكم به الدين، ولا تعير اهتماما لمواطنة أو شيئا من وزن لدستور أو قانون أو عرف اجتماعي يحمل سمة من سمات الصلاح. إن دم أبناء هذا الشعب قد صار في نظر السلطة ونظر كثير من الحكومات العربية والأجنبية ذات التأثير الواضح في الواقع السياسي في البحرين أرخص من دم الأغنام. وقد هانت النفس الإنسانية على العالم المادي، وانحطت قيمتها عن قيمة برميل بترول واحد. في مقابل نظرة السلطة المزدرية لإنسانية الإنسان، يصر الرأي العلمائي ورموز المعارضة السياسيون على سلمية الحراك لإصلاح انطلاقا من نظرة الاحترام لإنسانية الإنسان، وتقديسا للحكم الشرعي برعاية حرمة الدماء والأعراض والأموال، وحرصا على مصلحة الوطن وتجنيما له على الخسائر. وفي الوقت الذي لا يمكن للشعب ولا يجوز عنده ولا يسمح لنفسه أن يسترخص دم أبنائه أو يتهاون في المطالبة بحق شهدائه، إلا أن ذلك لا يجعله يبخل بشيء من دمه في سبيل عزته وكرامته ودينه وحريته واسترداد حقوقه، كما برهن على ذلك مدة هذا الحراك وقبله. ولن تلين إرادة هذا الشعب في التعبير في التغيير والإصلاح، ولن تلين إرادة هذا الشعب في التغيير والإصلاح، ولن تتقهقر خطوة واحدة إلى الخلف في حراكه المطلبي أمام شلال الدم النازف من أبنائه وما يتعرض له من متاعب وانتهاكات فردية واجتماعية واسعة،
لا تراعي دينا ولا إنسانية ولا حقا من حقوق المواطنة الثابتة. إن ظلم السلطة واستهتارها بالأرواح وتماديها في قتل الأبرياء لا يصحح للشعب أن يقابلها بالمثل، ولكن يفرض عليه أن يستعمل كل ما يملك من وسائل سلمية في سبيل الإصلاح الذي ينقذه من نزيف الدم والاستهتار بقيمة أرواح أبنائه وبناته، ويضمن له استرداد حريته وكرامته وحقوقه، ويصحح الوضع المقلوب الذي فرض عليه، فبدل أن يكون مصدر السلطات وإذا به من خلال إرهاب السلطة وعنفها وبطش القوة لا كلمة له على الإطلاق. فليسمع رأس الدولة! هيهات من نت الله! فليسمع رأس الدولة! اللهم هيهات من نت الله!